بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا في الحقيقة ستدخل في القارة السمراء كما يقال في أفريقيا، رحلة دعوية خيرية. ربما يكون سبب هذه الرحلة هي امرأة جاءت إلى ضيفنا وسألته عن بعض المشاريع الخيرية فهب للدخول في هذه الرحلة. رحلة ماتعة، أجزم أن الحلقات التي ستخصص لها ربما لا تكفي، غير أننا نريد فقط أن نسلط الضوء على جهد لشخص بارك الله في جهده، ونسأل الله تعالى يجزيه خير الجزاء. ساهم معه عدد من إخوانه في هذا الجهد المبارك. لا أريد أن أطيل على الإخوة والأخوات في مقدمة هذه الحلقة، لأنني أولا أعرف أن ضيفنا لا يرغب أن يكون له في مقدمة الحديث أي ألفاظ أو أي أوسمة نتحدث بها عنه. نحن يكفي أن نقول نحن في ضيافة الدكتور عبد الرحمن السميط. أهلا ومرحبا بكم يا شيخ. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، الحقيقة يعني طبيعة هذا البرنامج تمر في صفحات حياة الضيف. أنا مضطر حقيقة أن أجعل الصفحات الأولى صفحات سريعة، لأنني أريد أركز على الصفحات المهمة في حياتكم وهي العمل في أفريقيا، لكننا نمر مرورا سريعا على المولد والنشأة والدراسة لو تكرمتم. يعني شيء عاد لا يستحق الحديث. أنا ولدت قبل 55 سنة من عائلة متوسطة، وكنت من نشأت من نعومة أطفالي يسموني مطوع، لأني كنت أحرص وأنا عمري 5 سنوات أن أصلي الفجر في المسجد. وكبرت وكنت دائما أحب الالتزام بأحكام الإسلام، وفي نفس الوقت أحب العمل الخيري بصورة عامة. تخرجت من كلية الطب في بغداد قبل أكثر من 30 سنة، وذهبت لإكمال دراستي العليا في بريطانيا وكندا، 8 سنوات جلست هناك. نعم. ولم انقطع عن العمل الخيري في اي فتره من هذه الفترات. نعم. لكن يعني اثناء هذه الفتره كنت، طبعا كان والدك ووالدتك موجودان في، نعم. هل تذكر ان لهما اثار في حياتك؟ والدي كان انسان عادي محافظ على صلاته، كان يامرني اعمل ما تشاء، لو الشيطان ضحك عليك وعملت اي شيء لا سمح الله المهم الصلاه ما تقطعها. والشيء الثاني قال لي احذر ان يدخل هللة واحدة او فلس واحد الى مالك من الحرام، لان لو دخل فلس احمر الى مالك ولو كان عندك ملايين سيدمر مالك ولن يكتب الله لك السعادة. فاحرص على هالشيئين، الصلاة ما تقطعها وان اخطأت وان ارتكبت اثام، والشيء الثاني قضية المال، ابحث عن المال الحلال واحرص عليه. في الخمسينيات تقريبا الولادة يا شيخ؟ أنا ولدت في 47 ميلادي. نعم، 47. يعني في الخمسينيات أيضا كانت الكويت تمر أيضا بموجة وتيارات كغيرها من، نعم ما في شك، التيار العلماني اليساري القومي. نعم. كان جارفا، لكن أحمد الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي ولقلة قليلة من الشباب بقوا محافظين على المسجد وعلى الصلوات والصيام وغيره. نعم. لكن يعني هل تذكر أنه كان لهم نشاط مرتب ومنظم وكان لهم تأثير؟ بدأنا في آخر الثانوية، أذكر أنا والشيخ خالد المذكور الشيخ عقيل النشمي نعمل دروس في البحر، فكان الشرطة مرات يجون يشوفون شباب قاعدين، فيجون لما يسمعون نتكلم بالدين يجلسون معانا. الناس على بساطتهم. أذكر يوم من الأيام مسكوني الشرطة في سيارة ولم تكن الإجازة معي، الإجازة تاركة في البيت، وكنت أنا ذاك طالب في كلية الطب. رخصة القيادة. نعم، رخصة القيادة. فقال لي لازم تجيب الرخصة، وبالكويت ممنوع تقود السيارة بدون رخصة. فقلت له والله بالبيت. قال أمشي معك البيت بكل بساطة. فبالطريق أذن، قلت له يا شيخ الصلاة. لما خرجنا من الصلاة كان يقول خلص رجع لمكاني، بس مرة ثانية ما تنسى
رخصة القيادة. الناس بهذه البساطة بهذه الطيبة كانت موجودة عندهم، شيء يفرح للإنسان. لكن موجة أقول التطرف القومي المعادي للإسلام والعلمانية كانت جارفة في الكويت. عندنا ما بقى أحد ما نزع الحجاب إلا من رحم ربي، ربما أقول أقل من 1% من النساء لم ينزعن الحجاب. أيضا يعني كانت دراستكم في كلية الطب في بغداد. نعم في بغداد، بناء على رغبة منك أم؟ أي نعم. أنا كنت ناوي أروح لأمريكا وأدرس في أمريكا. نعم. وبعدين واحد سمعته وأنا رايح أعمل أوراقي فقال يكلم جماعته ما يكلمني أنا، والله كنت في بغداد وعندهم كلية طب صعبة جدا ما أحد ينجح فيها. فاعتبرتها مثابة تحدي لي، فدخلت للوزارة التعليم والتربية فقلت لهم أنا عايز بغداد. فقالوا ما ممكن، لأن بغداد في ذلك الوقت يرسلون لها الناس اللي ما جابوا النسبة ويرسلونها لكلية التربية. فأنا صريت وذهبت. فعلا أول سنة سقطت في جميع الدروس. لا، لأن الشعب العراقي عنده طيبة وعنده ناس سيئين. نعم. الغالبية ناس طيبين، ولكن حتى الطيبين ما تفهمهم إلا بعد ما تعاشرهم تعرفهم. يعني أذكر يوم من الأيام مريت بمدينة من المدن ورآني واحد وعزمني واعتذرت له، فكان معه مجموعة من أقارب من البدو. نعم. وقال لهم هل يرضيكم هذا الكويتي يرفض العزيمة؟ فالبدو كل واحد طلع فتح الأوفر كوت وطلع رشاش وحطوا المشتب الرشاش. يا لطيف. قالوا أنت الكويتي إيش تقول؟ لا والله إذا في رشاشات خلاص أمرنا لله. فعندهم طيبة لكن عندهم كذلك قلة من السيئين، ومع الأسف هؤلاء السيئين كانوا في فترة من الفترات هم المسيطرين، هم اللي يحتكون بال. لكن أعتقد أن أي واحد سكن في العراق مدة مثلي أنا 7 سنوات في كلية الطب، دبلوماسيين وغيره، وكثير من العائلات الكويتية كان لهم نخل في البصرة ومزارع ويعرفوا احتكوا بالعراقيين مدة طويلة، يعتقد بأن هناك ناس طيبين كثيرين جدا وهم الغالبية العظمى من أهل العراق. الدراسة كانت 7 سنوات في الطب في العراق. أي نعم. 4 سنوات جامعية. 6 سنوات، لأن السنة الأولى سقطت رغم أني أنا من الأوائل طول عمري، بس لأني صدمت بالجو العام اللي كان موجود هناك. لما تعودت على كيف الناس يتعايشون وهذا سهلت علي الدراسة. لكن درست في تخصص معين أم الطب عمومي؟ طب عمومي. عمومي. وبعدين تخصص برا. تخصصت في الخارج. أي نعم. بعد العراق مباشرة توجهت إلى. جلست سنة هنا وذهبت من هنا إلى أذكر في بعثة حج. نعم. الكويت. عام 1973 وحجيت ثاني حجة لي، وبعدها ذهبت إلى بريطانيا حصلت على دبلوم عالي، وبعدين انتقلت إلى كندا درست 5 سنوات في التخصص، بعدين رجعت لبريطانيا وعملت أبحاث في سرطان الكبد 2 سنين، وبعدين رجعت الكويت ورأسا بدأت العمل في إفريقيا. جميل. يعني ما طولت. قبل الحقيقة أن ندخل لأفريقيا، لأن أفريقيا قارة. نعم. رغم كبرها نحن نحتاج أن نطوف فيها في أكثر. نعم. من وقفة. الحجة الأولى لم تكن إذن 73، كانت قبل. كنت طالب في الرابعة جامعة وأصبت بنوع من القنوط أو اليأس، ما أعرف يأس من أي شيء. وكرهت الحياة لما شفت بعض المناظر اللي ما كانت تعجبني في الجامعة من اختلاط بين البنات والأولاد ولبس وغيره، فقررت أني أذهب وأجاور. وتكون الحجة عبارة عن مثل ما يقولون الناس عندنا زلقة بطيحة، أروح أحج وأقيم هناك. فقطعت تذكرة طريق واحد بس من بغداد إلى مكة. إلى مكة. نعم. ولم يكن أهلي يعرفون عني ولا. وذهبت هناك وكانت أجمل حجة لي في حياتي، لأن أولا لم أركب السيارة من وصلت إلى مكة، سرت على أقدامي. سنة
68 67 ذهبت من مكة إلى ميناء، من ميناء إلى عرفات، كله مشي على أقدام لسبب أنني أريد أن أحج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أسير في طريق لم يسر فيه، ولا أدخل قبل موعده ولا بعد موعده. فكان معي مسلم ألماني أذكره حتى الآن اسمه محمد صديق بروكفيلد، وكنا رفيقين وننام في أي مكان، وتعرف الناس بساطة وناكل أي حاجة. كان حر ولا برد؟ والله كان حر، لأن أذكر بعدها ذهبت إلى جدة، لأن من هناك سافرت ب 68 رجعت، كان في حر. نعم كان حر. أي نعم. جميل. بعدها رجعتها إلى العراق؟ بعدها رجعت الكويت، وفوجئ أهلي أني أنا عندهم، خاصة الامتحانات باقي لها كم يوم، 4 أيام 5 أيام، وحثوني على أن أرجع، وكنت بحال نفسية جدا طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الحج. لذلك أقول لك أن كان ألذ حجة حجيتها في حياتي. أنا حجيت حوالي 7 مرات، وأعتقد أنني الآن يجب أن أوقف الحج رغم رغبتي في ذلك. أنا أعتقد أن عملي في أفريقيا عبادة متعدية. الله يجزاك خير. الانتقال إلى أفريقيا قصة مستقلة، سببها استأذنك دكتور، لماذا انتقل الدكتور للعمل؟ ما الموقف؟ لما جاءته امرأة وعرضت عليه مبلغا من المال؟ هذه لكني استأذنك في أن يكون بعد التوقف إذا أذنت. فاصل يسير ثم نواصل حديثنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط، لماذا غادر إلى أفريقيا وساهم في العمل الدعوي؟ هناك إرهاصات أيضا قبل هذه القصة سيذكرها لنا ضيفنا بإذن الله بعد هذا التوقف، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط. نتحدث عن هذه النقلة المهمة في حياتي. لما كنت في كندا وفي بريطانيا اتفقت أنا وزوجتي على أن نهاجر إلى إندونيسيا أو ماليزيا ونقيم هناك بصورة دائمة ونتفرغ للدعوة الإسلامية، وإن حصلنا على أي مال بسيط من خلال عيادة أعملها أو شيء اللي يكفيني فقط أنا وزوجتي وأولادي، اللي فقط يعني الحد الأدنى من الحياة. ولما جينا هنا بدأت تعود لي أحلامي لما كنت صغير وأنا أقرأ عن أفريقيا وأبكي عن القصص اللي كنت أسمعها أو أقرأها وأنا صغير. فذهبت إلى وزير الأوقاف وحاولت معه أكثر من مرة أقنعه بأن يساعدني، فقط يفتح لي الباب، أنا ما أعرف كيف أروح ومنين أبدأ. فقال لي وين عايز تروح؟ ذكرت له أذكر مرة من مرات 5 دول، قلت له أي دولة من هذه؟ قال له أنا ما أرسلك إلا 5 دول، وأنا متأكد أنه ما كان يعرف 5 دول وين صايرة. فقلت له خلاص إن شاء الله تسليني القمر، أنا مستعد أروح. وفي كل مرة كان جزاه الله خير يحولني على موظف من الموظفين، فأنا كنت أغضب كيف الوزير يحولني على الموظف، معناها يضحك علي، فما كنت أذهب إلى ذلك الموظف. إلى أن جاءت هذه المرأة وتبرعت لنا ببناء مسجد، فقررنا أن نذهب إلى دولة اسمها ملاوي، من هناك انطلقنا، لأن الهدف الأساسي كان بناء المسجد وخلاص. لكن لما رأيت الوضع هناك مؤلم إلى أقصى حد، أحس أن قلبي بكى دما على وضع المسلمين. عندما قابلت أمة مساجد ما يعرفون الفاتحة، ولما سألتهم قالوا والله هذا احنا احسن من غيرنا. لما رأيت مسلمين في قرية كاملة ما في مسلم واحد يعرف صلاة الفجر كم ركعة، رأيت مسلمين ما شافوا مصحف في حياتهم، ولا زال حتى الآن هذه الأمثلة موجودة في إفريقيا مع الأسف الشديد، وإحنا ملتهين في دنيانا. أنا أذكر في مدغشقر ذهبت إلى قرية من القرى في غرب مدغشقر، قبيلة سكلافة، وهؤلاء 2 مليون نسمة، عندهم مبنى مربع بانينا، ويأتون مرة بالسنة ويلبسون ملابس غير مخيطة وينزعون كل شيء على رأسهم، يروحون يطوفون عليه بعكس عقارب الساعة، ويبدأون بقدمهم اليمنى، لو تقدم بقدم اليسرى فهذا خطأ عليه دم يجب أن يذبح، وبعد ما يطوفون يدعون وينحرون ويمشون.
فيسمون دعاني. دعاني بلغة السكلافة معناها بيت الدعاء. عملت بحث في فترة من فترات، كنت مهتم جدا بتاريخ العرب والمسلمين في مدغشقر، فشغلت 19 باحث يساعدوني، وخاصة يقرون لي باللغة المحلية، أنا ما أعرف اللغة المحلية الملقاشية، ويسهلون لي اللغة الفرنسية، وعينت 5 مترجمين وعدد من سكرتارية وعدد من مندوبين، كلهم يشتغلون في هذا لعدة سنوات، وجمعت معلومات كبيرة جدا. فعرفت منها أن جاهم واحد يمني أو عربي وبدأ يدخل الإسلام عندهم وحبوه حب كبير، بدأ يروحون للشمال إلى مكة للحج وتب العواصف ويموتون. فبعدين قالوا والله كل سنة الحين تب العواصف علينا نموت. فبعض الأذكياء عندهم بعد ما مات العلماء ومات الناس الفاهمين أقاموا هالمبنى، قالوا والله احنا ليش نروح المكة؟ قالوا علشان الكعبة. قالوا ايش الكعبة؟ قالوا مربعة. قالوا خلاص نعملها مربعة هنا ونجي ونطوف فيها، ومحافظين على هذه العادات. أنا أذكر عندما أخذت زوجتي وأولادي، أنا وأولادي سمحوا لي، زوجتي وبناتي رفضوا. ليش؟ قال لازم يشيلون هذا اللي على رأسهم واللي على وجههم. قلت لهم يا جماعة هذا في مكة لا، النساء ما يشيلوا هذا. قالوا احنا قلنا لكم ايش تعملوا في مكتكم، اعملوا اللي انتم عايزينه في كعبتكم، كعبتنا هذه قوانيننا. سبحان الله. فأذكر بالغلط جاءت أم صهيب وبناتها وهجموا علينا وكادوا يفتكون فيها. ولأول مرة أشوف أم صهيب تجري بهذه اللباقة الرياضية مثل الغزلان، وتركب السيارة وهي ماشية مثل القوات الصاعقة، لأن كانوا فعلا غاضبين أن إهانة لهم أن تأتي هي وبناتها مغطين رأسهم، وهذا حرام عندهم. ولازال وضعهم كما لا زال موجود عندهم الوضع كما هو، وحنا نروح نزورهم نهديهم بعض الهدايا، لأن نأمل من الله سبحانه وتعالى يوم من الأيام إن شاء الله أن نهديهم. إحنا ما نحرص على الإنسان اللي يسلم فيه حالا، إحنا نشتغل على 20 سنة و25 سنة و30 سنة نخطط، والحمد لله يعني صار لنا 25 سنة في إفريقيا، وقبائل كثيرة أسلمت. في قبائل بدأنا فيها قبل 14 سنة، الآن وقفنا العمل الدعوي لأن وصلنا للحد اللي احنا نعتبره الحد الحاسم، اللي هو 50% من القبيلة يسلمون والقيادات تسلم، خلص الباقين راح يسلمون. صحيح. بدون فننتقل من برنامج أسلمت هذه القبيلة إلى برنامج أسلمت قبيلة ثانية. جيد. قبل أن ندخل في تفاصيل القارة أيضا، كنا نود أن نعرف بالنسبة للحياة العائلية، أنت ذكرت أم صهيب قبل قليل ومساهمتها معك في بعض الرحلات، متى كان الزواج يا دكتور؟ بعد تخرجي بسنة واحدة في عام 1973 ميلادي. من الكويت؟ من الكويت. الحقيقة كنت حريص على أن ما أتزوج إلا واحدة محجبة، وبذاك الوقت بالكويت ما عندنا العائلة واحدة اللي لا زالت على الحجاب، ولجأت العراق حاولت أتزوج من العراق، ما الله كتب لي، وذهبت إلى سوريا وما الله كتب لي، فبعدين رجعت الكويت والله سهل وأحمد الله وأشكره أنها يعني ساعدتني كثير في عملي، وزاهدة لا تريد مال فيها الدنيا ولا تريد. فلذلك كل سنة نروح لإفريقيا تصبر على هي وأولاد، تصبر على حياة ليست سهلة، ننام مساجد طينية، نجلس اليوم الكامل بدون أكل، نجلس على نوع واحد من الأكل. يعني لازلت أذكر يوم من الأيام أولادي كنا نايمين في مسجد من المساجد في ملاوي، وأولادي قالوا يبا إحنا صار لنا 5 أيام ما ناكل لموز، فطور وغدا وعشاء كله موز، فنحس أن بطننا صار خايسة، دبرنا حاجة حارة. قلت لهم احنا في قرية وقرية نائية فين الأشياء الحارة؟ فقالوا دبر لنا أي شيء. قلت لهم مثل إيش؟ قالوا مثل البيض. قلت لهم اصبروا لي يومين وعاهدكم أني أعطيكم مو بيض، أعطيكم أم البيض الدجاجة، لأن سنصل إلى مدينة كبيرة ونستطيع نحصل دجاج فيها. فقالوا بحاول الآن، لأن والله الآن نود أن نستفرغ إذا رأينا الموز. فذهبنا وجمعنا بيض، ولما من الأكواخ طبعا ما في سوق ولا شيء، وكل ما كسرنا بيضة لقيناها خربانة. فقلت لهم هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى لكم. لكن أولادي لحد الآن يحبون أفريقيا، كلهم تخرجوا
وبعضهم حتى أساتذة بالجامعة، وما عدا واحد الأصغر يدرس طب بيطري في المملكة. ما شاء الله. كان أيضا لابنكم البكر صهيب مساهمة كبيرة معكم وسفر، وحصلت مجموعة من المواقف، ذكرت مرة أنه كاد يلتهمه أسد وغير نعم. أذكر يوم من الأيام رايحين إحنا للدعوة، بالطريق مرينا بملجأ مثل الملاجئ اللي عندنا للأطفال، هناك ملاجئ فيه الأسود الجريحة أو اليتيمة أو غيرها ومخلينها بأقفاص. فكنت أنا ماسك ولدي صهيب بيده، كان عمره يمكن ما أدري 4 سنين 5 سنين، وبكلمه أنا وشوف الأسد شوف إيش يعمل، وعطوهم اللحم أمامنا وأكلوا اللحم. وبعد شوية فلتت إيده من إيدي وأنا ما حسيت، فجأة ألاحظ داخل القفص صهيب مع الأسود، فجن جنوني يا الله. وتبين القفص ما مقفول، يعني الجماعة من الميانة على الأسود تركين الأبواب أي واحد يدفعها ويدخل فيها. فبلا شعور طبعا تصرفت ودخلت بهدوء، والحمد لله أن لسه متغدين الأسود، فسحبتها شوي شوي وطلعتها برا وأحمد الله أنه ما كررها. بس عدة مرات يعني كانت الأسود تجي لنا في مناطقنا، وفي أذكر دار الأيتام كنت أنا نايم في المسجد وصار حر ورطوبة وبعوض داخل المسجد، وكان الأخوان مسكرين الباب، الباب طبعا إيش خشب خفيف وما خشب زي البيوت عندنا في يعني البلاد العربية، يعني أعمدة مربوطة يعني. أي نعم، خشب خفيف جدا. ففتحته وفرشت حصير على العتبة تبع المسجد ونمت. ولما جو الجماعة المسؤول الأيتام والأيتام كل واحد يطالعني، وواضح أنه زعلانين، بس أنا معذبهم ما يستطيعوني يعني. أي نعم، سكتوا وصليت، أذنوا الفجر صليت معهم الفجر، وجلست بعد صلاة الفجر في المسجد أذكر الله سبحانه وتعالى، وسمعت ضجة كبيرة برا، فخرجت من المسجد أريد أن أرى إيش سبب الضجة، فوجدت 7 أسود والأيتام يمسكون الحجارة ويرمونها يحاولون يخرجونها. فقالوا لي المسؤولين في مركزنا، قالوا جاءت هذه الأسود منذ 2 شهر وعاشت داخل المركز ومش راضية تطلع، وإذا طلعت ترجع مرة ثانية، فإن كان عندك تعرف طريقة نطردها فيها. فقلهم والله أعرف أطرد مدرس أطرد يتيم أطرد طالب، أما أسود ما تدربت على طرد الأسود، والأسد الوحيد عندنا في بلادنا هو في حديقة الحيوان. بيوم ثاني أنا نمت عند شيخ استضافني جزاه الله خير، وشفت أنه في عسكري ولابس لبس ميدان، فقلت يعني حرامية، الحرامية ما عادة يحترمون الشيوخ ما يقربون منها، حتى غير المسلمين يعتقدون أن لو جول الشيخ يدعو عليهم والله سبحانه وتعالى يعاقبه. فقلت له ليش أنت جاي هنا؟ قال والله في أسد دخل لبيت الشيخ بالحديقة، والحديقة ما كبيرة، ومعاه مجموعة لبؤات وما راضي يطلع. قلت له يا أخي لو ما قلت هذا الكلام إلا بكرة الصبح كان أولى، لأن نفس الشيء الأبواب يعني خفيفة جدا ولا تستطيع أن تنام. طيب دكتور، الحقيقة النشاط في أفريقيا كبير، دعنا يعني نسير في نشاطكم الدعوي في أفريقيا، يعني ماذا شمل؟ كم عدد الدول التي شملها أيضا؟ احنا نشتغل في 40 دولة ما شاء الله، ومع الأسف الشديد احنا توسعنا كثير خلال 25 سنة الماضية، وكنت أتمنى لو حصرنا وركزنا على مناطق معينة. احنا الآن بدأنا نتوجه نحو القبائل معينة نركز عليها، ونحاول أن نشتغل نجعل كل شغلنا فيها، في كل بلد عندنا قبيلة أو قبيلتين اللي مركزين عليها، ونحاول نكسبهم إلى التوحيد، إلى شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله. ولنا منهجنا، منهجنا طبعا يعتمد على التعليم، لأن في دراسة أجريت وثبت أن الدولار الذي تصرف على الصحة وعلى الإغاثة وعلى التعليم أكثر تأثيرا يكون عندما في التعليم، ولكن التعليم ما هو الخطط القصيرة المدة 1 أو 2، وإنما على المدى البعيد.
وأنا أضرب مثال بقبائل ماساي، هذه قبائل متوحشة وتشرب الدم، تعيش على شرب الدم وعلى سرقة الأبقار، وهم يعتقدون أن كل الأبقار في الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها، فإذا عندك أنت بقرة في البيت فهي لهم، أنت سرقتها. وواجبهم شرعا أن يأتوا لك بالليل ولا بالنهار ويسرقوا البقرة. لذلك يدربون الطفل عندهم من الصغر على كيف يسرق الأبقار. وحنا فوجئنا بالحقيقة في أول سنة عملنا عندهم أضاحي، اشترينا ثيران وخليناها عندنا، بس من حسن حظنا أن جعلنا عليها حارس من عندهم، فالحارس عارف عاداتهم. بالليل جانا يريدون يسرقون الأبقار لأن أنبهم ضميرهم كيف يبيعون الأبقار. سبحان الله. بس الحارس الحمد لله، فأيتامهم كانوا كلهم وثنيين ودخلناهم عندنا وربيناهم، وفي سنة واحدة استطاعوا إدخال 30 قرية إلى الإسلام من قبائل الماساي. أنا أعتقد أننا نستطيع أن نكسب إفريقيا كلها عن طريق هذه البرامج. جميل دكتور، أنا عندي أكثر من محور الحقيقة، سأستأذنك في الحديث عن أكثر الحاجات في أفريقيا وأكثر المناطق حاجة، أيضا الحديث عن يعني الطبائع الدينية وبالذات انتشار الوثنية، كيف يمكن مواجهة مثل هذه الأمور، بالإضافة لعدد كبير من المواقف. أستأذنك في أن تكون بعد هذا الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصميط، تفضل معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصميط. دكتور، هناك حاجات ربما تكون غائبة عن أذهان الناس، وأفريقيا بحاجة كبيرة وماسة إليها بخلاف بقية المناطق الأخرى. من خلال عملكم وممارستكم العمل الدعوي والإغاثي في أفريقيا، أكثر الحاجات هناك؟ أنا أعتقد تعليم أبناء أفريقيا وخاصة المسلمين، لأنهم في مجتمعات مهمشة ما أحد مهتم فيها، ومحاولة دفع أكبر عدد ممكن من أبنائنا وبناتنا للتعليم العام حتى يتخرجوا ويجيبوا شهادات عليا ويمسكون مناصب ويصيروا يغيروا في الواقع المرير لمجتمعاتهم. تعليم أبنائهم هم؟ أبنائهم نعم. يعني الطريقة المثلى أن يعني يستقدم من أبنائهم ويدرسوا في بعض البلدان؟ نعم، إلى حد ما. التعليم بصورة عامة أنا ما أحب أنهم يجون للخليج، حتى لا يعني بالحقيقة يخربوا بالرفاهية والترف اللي احنا عايشين فيها. نعم. طيب، يعني مع هذه الحاجات، هل هذه الحاجات متساوية في كل المناطق أم بعض المناطق أكثر حاجة؟ أنا أعتقد أغلب المناطق هناك حاجة ماسة. ومثلا أضرب لك مثال، في كينيا لو تروح الجامعات الإسلامية أو حتى الجامعات الأخرى تجد أن غالبية المسلمين اللي قبلوا بالدراسة هم من الصوماليين أو ذوي الأصول الصومالية. ليه؟ لأنهم هم شادين حيلهم ويجتهدون وغيره، ويحسبونهم على أن كيني وخلاص. بينما أكبر القبائل التي تحتاج إلى الإسلام ما في ولا خريج عندهم، أو عندهم تلقى خريج واحد، مثل قبيلة القريامة 1,250,000 نسمة ما عندهم إلا خريج واحد. هؤلاء أنا متأكد أن يسلمون بكل بساطة لو حنا ساهمنا في تقوية أبنائهم من نواحي الشرعية ومن نواحي العلمية. نعم. الوثنية في أفريقيا منتشرة وتضرب أطنابها في عدد من المناطق. نريد أن نتحدث عن هذا الجانب فقط، يعني لا نتعرض مثلا للنصرانية، لا، نتحدث عن الوثنية وانتشارها بين القبائل. الوثنية هي الدين الأصيل في أفريقيا، وجاء الإسلام قبل 1400 سنة عبر هجرة الحبشة الأولى وانتشر. ويعني هناك قبائل كثيرة أصلها عربي وأصلها مسلم، كل ما صارت قلاقل ولا مشاكل سياسية وأمنية يهاجرون إلى أفريقيا، وهكذا تأسست مقديشو وتأسست مومباسا وكثير من المدن على الساحل الشرقي في أفريقيا. بل إني وجدت قبيلة من القبائل تفتخر بأن أصلها من مدينة اسمها جدة، وكل الذي يعرفون عن جدة أنها بالشمال. هؤلاء مليون نسمة اسمهم الأنتيمور، وقرب جدة قالوا في مدينة ثانية اسمها مكة، وفيها رجل طيب ويحبونه اسمه محمد، يحب جدهم، وراحوا هناك ويبدو أنهم كانوا مسلمين
ولكن مات العلماء وفقدوا الهوية وتحولوا للوثنية وبدأوا يقدسون الأحجار والأشجار وغيره. الآن بدأنا نشتغل بينهم. يعني أول 3 سنين رفضوا يستجيبوا، عدد الذين استجابوا من 3 سنين ونص في خلال 3 سنين ونص يكاد يكون لا شيء، خاصة الكنيسة يعني لها دور كبير في إثارة الشارع ضدنا وإثارة الحكومة ضدنا. بعدين غيرنا طريقتنا، بدأنا نتصل بالقساس، نقدم لهم هدايا، نقدم لهم دعوات، نبارك لهم الكريسماس وغيره، ويكلفنا 4 قساس، يكلفنا القسيس الواحد $80 بالسنة مقابل الهدايا وغيره. الحمد لله تحول هذا إلى دفاع عنا، وبدأوا يدافعون عنا في كل مجلس، حتى أن واحد منهم قسيس كاثوليكي شافني يوم الأيام قال لي: دكتور عبد الرحمن أنت؟ قلت له نعم. قال لي: والله إحنا ندعو لكم أن الله يوفقكم، كل يوم أحد أصلي بالكنيسة وأدعو لكم، وأن الله ما يوفق هؤلاء الكفار. قلت له: أي كفار؟ قال: البروتستانت. قلت له: ليش؟ فقال لي: لأنكم أنتم تحترمون مريم العذراء، وسمعت أن عندكم صورة في قرآنكم اسمها صورة مريم. قلت له: لا، ليس هذا فقط، عندنا صورة آل عمران، وبعدين احنا عندنا نحترم مريم أكثر من الفاتيكان. قال لي: كيف؟ قلت له: جرب روح بالسعودية مثلا واطعم في مريم، ايش تعملون لأنتوا لو عملت هذا في الفاتيكان؟ قال: يعني نثور عليك وربما نطلعك برا. قلت له: بالسعودية؟ لا، قصور راسك، لأن هذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة، وأن تطعن في أم سيدنا عيسى هذا ليس جريمة بسيطة عندنا كمسلمين. فضحك الرجل وقال: هذا تصور، لذلك أنا أدعو لكم. فاستطعنا أن نكسب هؤلاء. عندهم قرية اسمها مكة، وعندهم قرية اسمها الحجاز. أسماء فقط؟ أي نعم، ولكن ما يعرفون شيء عن الإسلام. عندهم بقايا يكتبون بالحرف العربي، عندهم شيء من القرآن المحرف، طبعا ما في ولا آية مضبوطة، كلها فيها أغلاط بسبب الجهل. ومرجع لهم هالقرآن، يعني يهتمون بيقرأونه. أي نعم، يسمون الكتاب الكبير السوربي، ولا يكتبون على ورق عادي، لأن الورق العادي هذا ورق الكفار يعتبرونه، فيصنعون الورق بطريقتهم الخاصة من أوراق أشجار بالغابة. وأذكر عندما ذهبت إلى مكة هذه عندهم تعبنا، الطريق كان صعب جدا بكل معنى الكلمة، حتى صعب بمستواي أنا. آخر مرحلة منا، ما عايز أضيع وقت المشاهدين، 4 ساعات وإحنا نخوض في مستنقعات كلها روث البهائم لحد الصدر، وأنا عندي سكري وعندي ضغط وعندي أمراض القلب وغيره، فأحتاج الماء ولا أشيل الماء معي. فاضطريت أن تكرمون أدفع روث البقر وأشرب من الماء. يعني هذا السباحة في هالمستنقع، مشي بهالمستنقع إلى أن وصلنا إلى القرية بعد 4 ساعات، وبسألهم مكة ليش؟ قالوا: على اسم البلد اللي جينا منه، ما سمعوا بالمملكة العربية السعودية ولا سمعوا بلاد العرب. فبدأنا نشتغل بينهم مثل ما ذكرت، 3 سنين ونص ما في استجابة أبدا، ولكن لأن حنا بالنا طويل ونشتغل على خطط طويلة الأمد. في أول 6 أشهر بعد ما بدأنا الاتصال بالقسس، الحمد لله أسلم 17,500، فأخذنا القيادات وأرسلناهم إلى الحج، فعادوا مثل الصواريخ. الحج لا يعني، عفوا ما أقصد لا شيء، ولكن يعني ما يؤثر التأثير الكبير فيه وفيك، نعتبرها رحلة دينية، صحيح. بالنسبة لهم تغيير حياة بالكامل، صحيح. فأذكر أول سنة أرسلنا 3 من قياداتهم، رؤساء القبائل ورؤساء القرى، وفي السنة الثانية بلغ عدد اللي أسلموا 100,000. الآن عندنا 300,000 واحد أسلموا. مع الأسف الشديد لما أرسلنا بعض أبنائهم درسوا في بلادنا العربية أخربوا، فلذلك الآن ندرسهم في إفريقيا، أنشأنا كلية للشريعة في كينيا، وأحيانا نصل للسودان، لأن السودان عندهم شظف، درجة من شظف العيش، وأقرب الطبيعة إليه. أي نعم، فما نريد نخربهم بالكويت أو بالسعودية أو بالإمارات أو بالبحرين وغيره. لكن هذه القبائل الوثنية يعني أشهر الطقوس التي تقوم بها، عندهم حجر مقدس يضعونه باتجاه الشمال، أي، وبعضهم عندهم أشجار يعبدونها،
فإحنا ما نثيرهم ولا نصطدم فيهم، وإنما نحاول نكسب قلوبهم. وإذا الحجر ما نشيله إحنا، وإنما نحاول نشيله من قلبهم. إذا شلناه من قلبهم هم شالوا الحجر هذا، مثل ما حصل في عشرات وربما مئات القرى عندهم. عندهم 850 قرية، الآن أنشأنا أكثر من 75 مسجد، وحفرنا لهم أكثر من 100 بئر، وأتمنى لو حفرنا آبار أكثر، وعندنا 4 دعاة عرب، وحاولنا أن نوجد من أبنائهم، دربناهم والحمد لله عادوا أمة يأمون الناس في المساجد هناك اللي بنيناها. زعماء هذه القبائل أيضا ربما يكون لهم مرجعية معينة ويكون لهم أثار في هذه القبائل. زعيم الكبير القبيلة رجل خريج جامعة ودرس من نعومة أظفار عند الكنيسة، فقال لا تحاولوا معي، أنا نصراني وسأموت نصراني، عمري الآن حوالي 70 سنة، ولكن أتمنى أن تشتغلون مع أبنائي ومع أهلي ومع وأولادي، أنا سأمرهم بأن يسلمون، وإذا عندكم أي مشكلة في الدعوة الإسلامية تعالوا لي. وفعلا يوم من الأيام خلقت لنا الكنيسة مشكلة، نحاول ننشئ مسجد في قريته، وأغرقت كل الأبواب أمامنا، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح قلبه فتدخل لصالحنا وبنينا المسجد، وأسلم الكثير من أبناء القرية بتشجيع منه رغم أنه هو نصراني. وعلى سبيل المثال قال لي إكراما لك لأنك أنت مسلم وأحس أن أجدادي كانوا مسلمين، أنا سأدخلك لأول مرة ندخل إنسان غريب إلى المقبرة مقبرتنا. قال إحنا يستحيل ندخل إنسان غريب، الحاكم الفرنسي جاء وحاول مع أجدادي بكل وسيلة رفضنا، بس أنت ما غريب علينا، أنت واحد منا. فقال لي أول شيء انزع الحذاء، ونزعته ودخلني المقبرة اللي لا يجوز الدخول بالحذاء. فعندهم كثير من العادات حتى أيام الأسبوع، أيام الأسبوع سبوتي أحادي اثنين ثلاثة أربعة كميس زمة، والزمة هو اليوم المقدس عندهم. كيف تقديسها عندهم؟ يعني يبطلون من الشغل، ينصرفون العبادة، يحاولون يحسنون في ذلك اليوم. أي نعم. سمعنا أيضا وقد التقيت في هذا البرنامج بعدد من زعماء هذه القبائل، بعضهم كان متزوج من 50 امرأة أو 60 امرأة قبل الإسلام. ليست هذه القبيلة، قبائل أخرى. هذه القبيلة عادة عندهم زوجة، بالكثير زوجتين، بس الغالب هو زوجة واحدة. نعم الوثنيين يسلم عندهم زوجات كثيرات، وحسب المكان الاجتماعي عندك تكون عدد زوجاتك. أنا أذكر واحد من زملائي سلطان من سلاطين قبيلة الدنكة في جنوب السودان، اسمه عبد الباقي أكول، وكان كل مدة يجيني ويطلب مني بعض الحاجات، أحيانا ساعد أحيانا ما أستطيع. في يوم من الأيام جاني وقال لي أنا عايز مدرسة. قلت له يا سلطان عبد الباقي أنت تطلبون طلبات غريبة عجيب، طيب يا أخي عندك أولاد؟ في أولاد موجودين؟ قال إيه والله. قلت له جيب الليستة فيهم قائمة. فبكرة جاب لي قائمة علي عبد الباقي أكول، محمد عبد الباقي أكول، أسماء عبد الباقي أكول، حسين عبد الباقي أكول كله. فقلت له أنا كنت في كندا واشتغلت مع الأسكيمو، والأسكيمو دوخوا الحكومة الكندية، من يمر واحد ويعجبون فيه نص القرية يغيرون اسمهم يسمون باسمه، بعد أسبوعين ثلاثة يمر عليهم واحد ثاني يغيرون اسمهم. فالحكومة الكندية داخت معهم فعملت لهم سوار وضعت رقم في السوار وقال خيروا اسمكم مثل ما تحبون عندنا هالسوار. فقلت له هل عندكم هذه العادة؟ قال لا، هؤلاء أولادي. قلت له والله زاد إعجابي أنا الآن، لأنك أنت تفتخر بأن كل أبناء القبيلة هم أبنائك. قال لي يا رجل أنا بكلمك عربي، هؤلاء أولادي. قلت له يا شيخ كثير هؤلاء. قال لي نعم 60 واحد. ما شاء الله. فحطيت إيدي على رأسي وقلت له يا شيخ عبد الباقي 60 ولد؟ هل معقولة يجون من؟ قال هؤلاء في أولى ابتدائي كلهم. أي. قلت له عجيب، يعني عندك غيرهم؟ قال أيوة، البنات 56 الأولاد 44، المجموع 160. قلت له بعد ما لقيت شوية يمنى يسرى؟ قال نعم، اللي قبل الأولى ابتدائي ما أعرف عددهم ولا أعرفهم. قلت له كم مرة عندك؟ قال لي 44 مرة. فقلت له يا رجل ما يجوز. قال لي هذا ما يجوز عندكم العرب، احنا يجوز. قلت له حرام بالإسلام يا شيخ.
قال هذا حرام عندكم. احنا انا متأكد انه مو حرام. فبدأت اقنعه وكل ما زارني عيد عليه يوم من الايام قال لي والله يا دكتور عبد الرحمن تعبتني واذيتني على قضية الزواج، انا حليت المشكلة. فقلت له بارك الله فيك واحتضنته وبديت ادعو له، وبعدين ما اعرف ايش الفكرة اللي جت بينه. قلت له كيف حليتها سلطان؟ قال والله جمعت الحريم كلهم وقلت لهم فلانة وفلانة 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 هؤلاء زوجاتي، الباقي كلهم إماء. قلت له بالله خوش حل. فعندهم عادة بعض القبائل هناك يوم الأيام زعيم قبيلة في أوغندا قال لي أنا مستعد أسلم بس قضية الزواج مشكلة. قلت له يا أخي لا تعدد. قال ما هذه المصيبة، أنتم ما تصبحون لباربع، أنا لو ما عندي أربع حريم وأخرج كأنما أنا عاري ما لابس ملابس، الناس يضحكوا علي. فقال هذا اللي يمنعني من الإسلام. لكن بصورة عامة الوثنيين ليسوا أعداء لنا، قريبين، حتى لو قاومونا تجدهم قريبين إلى الإسلام. أنا أذكر قبيلة من القبائل في بنين أو قرية من القرى، وسعينا حرصنا على أنهم يسلمون، وكان عندهم ساحر كبير وصنم ويرفضون، وحتى الساحر أغلب الأحيان يرفض أن احنا ندعو هناك، وإحنا مصرين شعرين براحة في القرية. فيوم الأيام رحنا لهم لقينا عندهم احتفال ضخم وحاملين القرابين بيودونها للصنم، يمرون بشارع بوسط القرية، شارع طبعا ترابي، وشايلين ديك على رأسهم، الساحر شايلة، وهم يمشون وراه بيروحون عند الصنم الإله مالهم يذبحونه. فيظهر في نسر جوعان مر وخطف الديك، فالتفت الساحر على النسر وهو رايح، والتفت على الصنم وقال له يا ربنا وينك انت ما تدافع عن نفسك، هذا جايبينه لك، انا لو سرقوا مني ديك والله راح الحق الحرامية بكل مكان، وانت رب ما تلحق الصقر او النسر. فقال لنا تعالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، واسلمت القرية كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، وارسلنا هذا الساحر الى الحج. ما شاء الله، جميل. استاذنك في توقف، نعود لاستكمال الرحلة بإذن الله. مشاهدي الكرام، لا زالت الرحلة ماتعة في أفريقيا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصمت، سوف نواصلها بإذن الله بعد هذا الفاصل، فابقى معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصمت. دكتور، أيضا نسمع بقرى بعض أتباعها عرات، وذكر لنا عن طريقكم مجموعة من القصص أن بعضهم ربما يكون المهر وما يستر به عورته أحيانا لامرأته. والله أستحي من ذكر بعض القصص هنا في التلفاز، وذكر ولكن نعم توجد قرى في أفريقيا عورات تماما. أذكر منها في جنوب كردفان في جبال النوبة، ورحت وشفتهم وعشت معاهم رجال ونساء. أي نعم، وتعلمت بالحقيقة، تعلمت فنون، بعض فنون دعوة من خياط موريتاني كان يعيش عندهم. أنا رحت وحاولت أقنعهم باللبس، لكن سمحوا لك عفوا أن تدخل وأنت أي نعم، لا هم ناس مسالمين جدا. فحاولت أقنعهم وما اقتنعوا إطلاقا، قالوا عيب عليك أنت اللي لابس، اللي عندك فليش تلبس، أنت تلبس لأن مستحي من شيء عندك، أما إحنا الله خالقنا هكذا. حتى أذكر لما في فترة من الفترات ظنيت نفسي أني خلاص أقنعتهم، فأعطيتهم ملابس قاموا يلبسونها إذا نزلوا المدينة، أول ما يجون يستحون يشوفونهم الأهالي وهم ملابسهم، ينزعونها ويحذفونها على شجرة ويدخلوا سفري إلى القرية رجالا ونساء. والحمد لله زرتهم أنا في المدة الأخيرة، وجدتهم كلهم لبسوا الملابس، لكن لا زال في غيرهم عراء تماما. الذي أريد أن يعني أذكره، تعلمت الدعوة من خياط موريتاني كان عايش عندهم، وعندهم عادة صراع يتصارعون بالمناسبات، فكان هذا الموريتاني يدخل في الصراع عندهم، وكان ذكي، أولا كان يحط شوية زيت على جسمه فما يمسكوه، دائما يملص من يدهم،
وكان خيط له سروال تكرمون في كل ألوان الدنيا، أخضر على أحمر على فلوريسنت على أبيض على، فكان شيء جميل. قاموا إذا تصارعوا يلبسون السروال هذا، كان هذا البداية لإقناعهم. فتعلمت منه أن يجب الإنسان يمشي بالتيار أولا ويحاول بالتي هي أحسن، لا يأتي ويحس أنه هو في مستوى عالي وهؤلاء في مستوى واطي وتعالوا أنا أعلمكم. في أيضا ربما كما ذكرت أن المهر يكون سروال أحيانا، إذا تعذرني من هذه القصة، هي قصة مرت على كل حال، يعني إن كان من المناسب ذكرها يا دكتور. كنت في قرية من القرى، وأنا آسف الأخوة المشاهدين على أنزل لهذا المستوى أمام اللي أسمعكم، أن في القرية كان في محاكمة لأن عندهم عادة إذا تصارع اثنين الذي صرع لغلب يأخذ حرمة الثاني زوجته، فهذا واحد غلب الثاني وأخذ زوجته، فقام المغلوب ورفع الدعوة على الغالب أمام شيخ القرية، فقال له شيخ القرية في المحكمة حدد يوم المحاكمة وكنا حاضرين، فقال له خلص غلبك يعني هذا عرف. أي نعم أي نعم. فقال له أنا أريدها ترجع لي المهر. فقال له إيش المهر؟ قال تكرمون السروال اللي لابسته. فسأل شيخ القرية المرأة قال لها صحيح هذا أن السروال اللي لابسته من الرجل؟ قالت نعم. طبعا الله أعلم صار له سنة سنتين. فقال لها يا بنت المعرفة إيش يلا انزعي ورجعي لي. وفعلا والله أمامنا نزعت السروال وأعطتها للزوج القديم ومشت عارية مع زوجها العاري الجديد. لكن مع هذه يعني هذه العقليات وهذا التعامل مسالمين فيما بينهم، يعني القتل قليل يا شيخ؟ لا لا ما في قتل، لكن إذا استثرتهم يثارون. لكن حتى بينهم يا شيخ يعني مع هذه العقليات وتحكيم هذه الأعراف في مسالمة فيما بينهم؟ في مسالمة وفي كرم عندهم. أضرب لك مثال، لو أنا رشحت نفسي بالانتخابات عندهم لانتخبوني من حبهم لي وعرفوا أني أنا مهتم فيهم، بعلم أولادهم، يعني من أولادهم الآن من حفظ نص القرآن فضل الله سبحانه وتعالى، وبعضهم الأبناء النوبة اللي بالجامعة ندفع لهم رسوم الدراسة لأنهم طبقات فقيرة جدا، وأغلب القبائل اللي احنا مستهدفينهم طبقات فقيرة، فندرسهم في مدارس عندنا راقية جدا ونوديهم الجامعة ندفع لهم حتى تكاليف حياتهم في المعيشية في الجامعة ورسوم الدراسة في الجامعة، وبدأ يتخرج منهم الآن أولاد وبنات بفضل الله سبحانه وتعالى، لذلك بيحبوننا كثير، وبدأ كثير من الغل والكراهية اللي كانت موجودة في القلوب بدأت تذوب. عندنا 840 مدرسة الآن في إفريقيا ما شاء الله. هو أنا سأخصص أيضا حديث كامل عن نشاطكم بالأرقام بإذن الله، خصوصا اللجان التي ترأسونها، ونسأل الله يعينكم. كيف نظرتهم أيضا للرجل الأبيض؟ أغلب الأفارقة ما احتكوا بالرجل الأبيض إلا من خلال الاستعمار أو من خلال الكنيسة، فلما يشوفونا يعني ما أعرف ليش يحبوا الإنسان العربي بصورة عامة ويرتاحوا له، بل إن كثير من الوثنيين وكثير حتى من النصارى يعتقدون فينا ما لا يعتقدون في قصصهم أو في شيوخهم وغيرها. أنا أذكر قصة من القصص في نيجيريا، قرية من القرى النصرانية حاولت أن تذبح بقرة ثور عندهم، فطلبوا من معلم القرآن في قرية قريبة أن يأتي ويذبح، فظلوا ينتظرون. كعادة كثير من المسلمين ما اهتم معلم القرآن وما جاء، فالقسيس عندهم قال لهم أنا أذبح، أنا أعرف كيف أذبح. قالوا لا بس احنا ما نأكل من إيدك. قال لهم أنتم مسيحيين وأنا مسيحي وأنا قسيسكم. قالوا لا ما نأكل من ذبحك. صار شد وجر، فوجئنا بالقرية كلها تدخل في دين الله سبحانه وتعالى بدون أي دعوة. يؤمنون بأن الرجل المسلم عندما يدعو فدعاءه أقرب الاستجابة من الناس الثانيين، وهذا مو بس الإنسان العادي بالشارع،
حتى أعلى الطبقات. أنا أذكر رئيس جمهورية يوم من الأيام في سيراليون كان عندنا 6 حاويات وما قدرنا ندخلها، وقفوا سووا لنا مشاكل رغم أننا معفيين من الضرائب وغيره، وزاد على هذا أن ندفع أرضية 6 أشهر على 6 حاويات مبلغ هائل جدا. وذهبنا العدد من الوزراء ومن الكبار ما استطعنا، فذهبنا إلى رئيس الجمهورية وكلمناه، فبالأول اعتذر، بعدين عرضنا عليه أن ندعو له وهو رجل مسيحي وعسكري، قال تدعو لي؟ قلنا له نعم، وإحنا لعلمك من الأرض اللي فيها مكة. يا سلام. فقال خلاص أنا مشي لكم الحاويات. قلت له وقع أول شيء، فالرجل وقع بالبداية وظلينا ندعو له ونقول له اللهم اهده للإسلام، يقول آمين، اللهم افتح قلبه بالإيمان، آمين، وندعو له وهو يقول آمين بلغتهم طبعا. أيضا ربما كان، ما دمت تذكر الدعاء، حصل لك موقف أنهم طلبوا منك الاستسقاء في وقت من الأوقات. هذه قبيلة من القبائل الشبه الوثنية، واكتشفناها قبل 10 أو 11 سنة، وكنت رايح أزور القرى حتى أجمع معلومات، أشوف يعني إيش نقاط الضعف ونقاط القوة في القبيلة حتى نبدأ برنامج دعوي عندهم. ولما رحت إلى قرية من أكبر قراهم قالوا لي إحنا جربنا النصارى وهم يكرهون النصارى جدا، نريدك الآن بس قبل ما نعلن إسلامك إسلامنا نريد منك أنك تدعو لنا بنزول المطر. طبعا 3 سنين ما نزلت ولا قطرة في المنطقة، فقلت لهم والله أنا بلعومي وحلقي. قال لا لا لا، صار لك 2 ساعة وصوتك لعلع الآن صار حلق. قلت لهم أنا تعبان، قالوا ادعوا أنت جالس، كمان صار لك 2 ساعة وتواقف ما طلبت الجلوس، ليه الآن ترفض؟ كل ما حاولت أعتذر، لأن أعرف إيش اللي ببالهم، ببالهم أن اختبار. نعم، والمشكلة مو اختبار لعبد الرحمن، فإذا فشل فشل عبد الرحمن، وإنما اختبار لدين عبد الرحمن، بيشوفون هل ديني صح ولا لا بطريقتهم البسيطة. فكل ما حاولت سكروا الطريق أمامي، فروا هذه للسماء، ودعوت بدموعي أكثر مما دعوت بلساني، وقلت يا رب المشكلة ما متعلقة بي أنا كشخص، وأنا متعلقة بديني، فلا تخذل هذا الدين بسبب أخطاء أنا ارتكبتها. وظليت أبكي وأنا أدعو، وبعدين ختمت الدعاء، فقالوا لي خلص احنا نجيكم بعد 3 ساعات. جلسنا تحت شجرة، وأذكر ذاك اليوم ما أكلنا شيء، لا ذاك اليوم واليوم اللي قبله، وكان الوقت ظهر، فجونا العصر وهم جايين رشت السماء بفضل الله سبحانه وتعالى، فاعتبروها أن ديننا على حق. فحمدت الله وشكرته إنما يعني فضح ديني بسببي أنا، الحمد لله. أسلموا القبيلة هذه الآن، أسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن سوينا برنامج لمدة 15 سنة لإسلام 50% من هذه القبيلة، هم سبقونا قبل 15 سنة، الآن 11 سنة وتعدينا المرحلة هذه، فانتقلنا إلى قبيلة أخرى. جميل. أخذنا من كل قرية واحد وربينا عندنا في معهد شرعي ولمدة 4 سنوات، ثم أرسلناهم إلى قراهم. كل خريج أعطيناه 30 معزة أو عملنا له دكان يعيش منها. دكتور عبد الرحمن، أنا أريد أن أركز أيضا على أسلوبكم في التعامل مع أفريقيا، كيف يتم جمع المعلومات وكيف يتم إعداد البرامج وكيف أيضا تتم طريقة تدريبكم للدعاة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على اللجنة المباركة التي ترأسونها. هذا كله استأذنك في أن أعد المشاهد أن يكون في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من باب دعوة المشاهد أن يتابعنا، ومنها أيضا سنطلع المشاهد على. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله وأهلا وسهلا. دكتور، كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن مجموعة من القصص والأحداث التي مرت بكم، أود في البداية في هذه الحلقة أن نتحدث عن لجنة مسلمي أفريقيا كما كانت تسمى، والآن جمعية العون المباشر.
بداية إنشائها والفكرة وأهم الأعمال التي تقومون بها في هذه الجمعية؟ وبدأنا في قبل 25 سنة، والحمد لله الآن حنا من أكبر المنظمات في العالم المتخصصة في إفريقيا. لنا 3288 داعية يعملون معنا ومدرسين. عندنا طبعا اهتمام كبير جدا بالتعليم، فعندنا 840 مدرسة ابتداء من الحضانة حتى الجامعة. عندنا كلية شريعة في كينيا، عندنا كلية تربية في زنجبار، عندنا كلية العلوم الإدارية في أو معهد عالي للعلوم الإدارية في الصومال، وعندنا معهد وكليات في أماكن أخرى. ونسعى لتوفير التعليم لابن أفريقيا. نعتقد أن التعليم هو حق إلهي وهبه لكل إنسان في الدنيا. مع الأسف الشديد أبناء المسلمين ما قاعدين يمارسون هذا الحق اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى لهم. ومع الأسف الشديد أن المنظمات، كثير من المنظمات الدولية، بدأت تضع صعوبات أمام أبناء أفريقيا للتعليم. فمثلا أنا أعرف أن منظمة دولية بدون ما أذكرها طلبت من الحكومات مبدأ الكوست شيرينج أو مشاركة بالتكاليف. فإذا أنت فقير إذا ما تتعلم، ما تقدر تعلم أولادك. إحنا نعتقد أن سواء كنت فقير ولا غني يجب أن يوفر لك التعليم. بالنسبة لنا الجيد من أولادنا في المدرسة القروية نشيله نوديه للمدينة، مدرسة محترمة ومستواها أعلى. الجيد منهم نوديه للثانوية، الجامعة، ما بعد الجامعة. وسنويا العشرات يتخرجون ماجستير ودكتوراه خاصة في مجالات الطب والهندسة والعلوم. ما شاء الله. لكن أيضا التخطيط للقيام بزيارة مكان، عرفتم أن هذا المكان بحاجة إلى القيام بدعوة، بالقيام يعني دراسة إغاثية. كيف يتم بعد الزيارة وأثناءها التخطيط لهذا العمل؟ إحنا نزور المنطقة وزيارة ميدانية، ما فقط نستمع بآذاننا. وأعلى مستوى عندنا في منظمتنا يذهبون بأنفسهم لزيارة هذه القرى والعيش فيها لاكتشاف ما الأشياء المخبية عنا. فإذا اطمأننا إلى صحة المعلومات أو إلى معلومات معينة موجودة في هذه المنطقة وقررنا أن نعمل فيها، قررنا وضعنا برنامج لكيفية أسلمة هذه المنطقة. وننشئ عادة مركز متكامل، قد يكلفنا المركز حوالي $1,000,000، ولكن ما تحصل، نادرا ما تحصل واحد يتبرع $1,000,000، ولكن أنا أخذ من واحد المسجد ومن الثاني تبرع لمدرسة، والثالث قسم من دار الأيتام، والرابع قسم من المستوصف، وهكذا حتى يكتمل المركز بشكل كامل. عندنا الآن 204 مراكز في إفريقيا مثل هذا المركز، ندرب فيها النساء، فيها دور أيتام فيها. وأعتقد أن أفضل استثمار عملناه هو في تربية الأيتام في هذه المراكز. أولا وفرنا لهم التعليم، أفضل نوع من التعليم يتوفر في المناطق هذه، بدليل أن مدارسنا دائما هي الأولى في مناطقها. والشيء الثاني نحن أبعدناه عن القيم السلبية اللي قد تكون موجودة في المجتمع، بدلناها له بقيم إيجابية إسلامية، من التعب والكد وأن يجب أن الواحد يعرق من أجل لقمة عيشه، الصدق، الأمانة، عدم التطرف، الاعتدال، السماحة، قيم قد لا تكون موجودة في المجتمع. نعم، هناك لا شك لابد لكل عمل أن تواجهكم مشاكل وصعاب يعني أثناء هذا العمل، كيف يمكن؟ والله في البداية كانت، لا زال طبعا حتى الآن، لكن الآن صار جلدنا مثل جلد التمساح، ما عاد ناعم مثل قبل. قبل كنا نتأثر والآن تعودنا، يقول لنا ما يقولون، تصير لنا مشاكل مثل ما حبوا، تعودنا عليها. ويعني صارت أسهل إلى الدرجة الآن أنا وزوجتي نفكر في الهجرة إلى مدغشقر ونجلس مع قبيلة الأنتيمور هناك اللي رفضوا الدعاة من خريجي البلاد الخليجية عندنا أن يذهبوا ويزوروها. الله يجزاك خير. أو يقيموا فيها. على طارق التمساح، أكيد لك مواقف مع التماسيح يا دكتور.
والله لا نجعلها، بس أرجو أن يعني في القصة واحدة. يوم من الأيام أنا كنت مار بمنطقة، والمنطقة فيها دغل جدا هادئ يعجبني، وأرض منبسطة فيه ومن حول الأشجار، فدائما أقول للسائق خلاص أوقف هنا وأروح أتوضأ في الجدول الماء الموجود هناك وأصلي في هذا المكان، وأحس بنوع من الروحانية عندما أصلي ركعتين بدون ما يشغلك أحد. فرحت يوم من الأيام وشفت النهر، فشفت فيه حجارة كبيرة، قلت كويس أحط رجل على الأرض ورجل على الحجارة، فمديت رجلي بضعها على الحجارة، وأنا بصري بسبب السكري ما جيد جدا، فجأة شفت الحجارة ولا انفتحت ولا رأس تمساح، فقلت الآن يجوز التيمم، وابتعدت عن المنطقة. الله جزاك الله خير. الاحتكاكات التي ربما تكون مع الكنيسة أيضا في أفريقيا ربما تشكل لكم صعوبة. نحن نحاول أن لا ندخل في مشاكل مع أي إنسان، ونحاول نكسب الناس بدل ما نعاديهم. وأنا أضرب لك مثال، أحد القصص استطعنا أن نقنع أن يبني مسجد. قسيس ثاني عنده قرية كبيرة جدا صرف عليها من أموال عائلته، قسيس فرنسي، من أموال عائلته صرف 10 مليون دولار، ما بالك من الحكومة الفرنسية والمنظمات الأخرى ومن الأهالي، جمع ملايين وعمل قرية كبيرة كلها مسلمين. ويقول لي بفخر أنه لم يتنصر خلال 51 سنة من عمله وسط المسلمين، ما تنصر واحد على إيده. يفتخر به. فذهبت له وأهديته هدية وكلمته بلطف واحترام، الرجل تأثر جدا وأهداني هدية وقال لي أنا الآن بموت وحفرت قبر وحطيت رخام ما أعرف إيش، بس أنا خايف أن الكنيسة تجي وتستولي على القرية وتجبر المسلمين على التنصر، وأنا ما أريد هذا، فأريد أهديكم القرية وأسجلها باسمكم. الحقيقة أنا اعتذرت له لأن كلفة تسجيل القرية مبلغ كبير وما عندنا متبرعين، فقلت له والله أنا آسف، بس أنا جيت حتى أشكرك وأعبر لك عن شكر العرب بصورة عامة وعن شكر أهلي في الكويت لك وعلى مواقفك الطيبة. فالرجل بعد اللقاء قام وزع القرية على الناس، سجلها رسميا بأسمائهم. شيء ثاني، قال لهم أنا سأرسل مجموعة أو 10 من أهل القرية إلى فرنسا. طبعا المسكين كان يفكر أن يجمعون له تبرعات، هذا الهدف من إرسالهم إلى فرنسا. فهم ببساطة القرويين قال لا، فرنسا نعمل فيها إيش؟ ودينا المكة نروح نحج. فيبدو أنه تأثر بالزيارة وتأثر بموقفنا معاه، فقام وأرسل 10 إلى الحج. فإحنا عادة ما نصطدم بالناس سواء كانوا منحرفين، مسلمين منحرفين، أو كان نصارى أو حتى وثنيين، ونحاول أن نكسبهم عن طريق الهدايا وعن طريق الكلمة الطيبة والزيارات، ونجحنا في مرات عديدة جدا جدا الحمد لله. رغم أنني دائما أؤكد على أن دورنا هو الأهم، يعني ما نقوم به هو الأهم، لكن يطرح سؤال أيضا عن التنصير وواقع التنصير والجهود التنصيرية. لا يعني عندما نطرح مثل هذا السؤال أننا نقول أن التنصير هو عائق ضد القيام بأعمال، نحن المقصرون الحقيقة، لكن عندما نتحدث أيضا عن واقع التنصير أمر مهم يا دكتور. أنا أعتقد أن إحنا مقصرين ثم مقصرين ثم مقصرين، لأن ملايين من الناس تسلم على الأقل في المناطق اللي نعمل فيها، أسلم 3.5 مليون شخص الآن سنويا، يسلم حوالي 1 مليون شخص في إفريقيا، وأنا أتوقع أن سيزداد عدد المسلمين إذا لم يطرأ شيء كبير جدا ويأثر على العمل هنا. ليه؟ لأن الناس هناك عندهم إقبال على فطرة الإسلام، ما هي بعيدة عن فطرتهم. الإسلام دين سهل، دين لين، دين سمح، فكثير من الأحيان كانت تصرفاتنا هي تأثر فيهم، يشوفون مثلا الكنيسة تفتح مدرسة وتمنع المسلمين منها. احنا لما نفتح مدرسة نقول كل انسان حياها الله. مراكز تدريب النساء اللي انشأناها عندنا اكثر من 200 مركز، وتعمل يعمل كل مركز دورتين بالسنة، ما في امرأة نرفضها بسبب دينها
ما في امرأة نرفضها لأنها ما محجبة، لكن ما أذكر أن تخرج منا أي واحدة مو مسلمة، ولا تخرج منا ولا واحدة ما كانت محجبة. ليه؟ بالمعاملة فقط وباللين وبالحكمة والموعظة الحسنة استطعنا أن نكسب الناس، أغلبهم بدون أي دعوة عملية، عفوا دعوة نظرية لهم، فقط بما يرون من أخلاقنا. ومن لما كنا نوزع الإغاثة نوزعها على المسلم وعلى غير المسلم، طبعا نذهب إلى مناطق ذات أغلبية إسلامية فيتأثرون ويسلمون، تجد 60,000 واحد أسلموا في جنوب تشاد العام الماضي، حوالي 30,000 واحد في بنين، 50,000 أسلموا في الحبشة، 30,000 أسلموا في شمال كينيا، وهكذا. الحمد لله في مناطق لا ممكن أمر عليها يوم من الأيام أو أزورها إلا ويسلم أعداد من الناس نتيجة التصرفات الطيبة والمعاملة الطيبة، وإحنا نحاول نعيش معهم. أنا أذكر لك مثال، قسيس، هذه صورته، هذا القسيس كلمنا عن الإسلام وفي البداية عارضنا وحاربنا وما أعرف إيش، وبعدين رجل أسلم وأصبح مؤذن المسجد، هذا هو قاعد يؤذن الآن في داخل المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى، وضحى بالحقيقة بأشياء كثيرة، بالراتب، بالسيارة، بالبيت، بغيره، في سبيل أن ينتقل إلى دين الإسلام، وأمثال كثيرين. يعني رئيس الدعاة عندنا سابقا في رواندا الشيخ إسحاق رحمة الله عليه كان قسيس وأسلم، واحد من دعاة الجيدين عندنا في ملاوي كان قسيس وأسلم. المعاملة تستطيع أن تغير الناس، إذا كنت سمح وإذا ملت إلى الطيبة والمعاملة الطيبة كسبت الناس، كسبت قلوبهم. أستأذنك في التوقف، نعود لاستكمال الرحلة بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، لازالت الرحلة ماتعة مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط، فابقوا معنا. نعلم أن ما جيتوا لهنا إلا لأن دينكم أمركم بأن تأتون تخدمون هذا الدين، فقلنا إعجابا بهذا الدين رحنا وتحولنا إلى الإسلام. فست قرى أسلمت بسبب البئر، وقرى كثيرة بسبب المسجد. هذه صورة لقرية في مالي أسلمت كمان عن بكرة أبيها لسببين، داعي عندنا وبنينا مسجد عندهم، فحبوا يشكرون على بناء المسجد فأسلمت القرية كلها. لكن إسلام القرية بناء على هذا العمل الذي ذكرت فحسب. نعم. وفي قرية ثالثة أنا أذكر أسلمت القرية ورأسا عملت مسجد، هذا هو المسجد. المسجد عبارة عن شجيرات وأشواك تحمي فقط من دخول الحيوانات إلى مكان الصلاة، وهذا المكان الذي يصلون فيه جماعة. يا الله، يعني هم وضعوا الحين الأشجار هذه، هم اللي قاموا نعم. بوضعها. نعم. هي عبارة عن أشجار قطعوها وركزوها حتى تمنع الحيوانات من دخول في المكان وتنجسه، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بقي عندنا مجموعة صور لكن سنؤخرها قليلا إذا أذنتم دكتور عبد الرحمن. أتحدث أيضا عن جزئية مهمة وهي عن ما يتعلق بالعمل النسائي في أفريقيا. المرأة تشكل نصف المجتمع، وإذا أهملنا المرأة أهملنا نصف المجتمع، والمرأة في أفريقيا هي أكثر من نصف المجتمع. يعني المرأة فيها خير في بلادنا أكثر من رجل، معذرة أخوان الرجال وأنا واحد منكم، ولكن المرأة بالتبرعات بالعاطفة وبالحماس هي أفضل، وهي اللي تربي أبنائنا وبناتنا المستقبل، فيجب الاهتمام بالمرأة. فعندنا احنا أكثر من 200 مركز لتدريب المرأة هنا، عندنا عدد كبير من المدارس مخصصة للنساء. وأنا أضرب لك مثال، عندنا مدرسة ثانوية في ملاوي للبنات وفيها أبناء الطبقة الراقية، بس احنا صارمين في إدارتنا، يعني اللي يجيب 90% احنا نعفيه من الرسوم، اللي يجيب 80% يدفع نص الرسوم، اللي يجيب 70% يدفع رسوم كاملة، اللي يجيب 60 وأقل نقول له مع السلامة بامتحانات سنوات النقل الثانوية. يعني وعليها طلب مدارسكم؟ قاعدين نطلع منها أرباح ما شاء الله. ومن الأرباح احنا قاعدين ندفع
الرواتب طبعا كل المصاريف، وكمان نعطي منح دراسية للفقيرات والفقراء من أبناء المسلمين إذا كانوا أذكياء. فالعام الماضي جلسوا لأول مرة الامتحان الثانوية العامة في ملاوي، ومعروف أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 20% معدلها في كل ثانويات ملاوي. الثانويات اللي يديرونها الخواجات الإنجليز أو غير الأوروبيين مباشرة يديرونها طلع 25%. إحنا مدرسة البنات وحتى مدرسة الأولاد طلعوا لأول مرة بتاريخ ملاوي 100% نسبة النجاح. زي ما قلت لك، إحنا اللي يتغيب عن صلاة الفجر يحرم الفطور، اللي يتغيب 3 أيام نقول له مع السلامة، اللي يرمي لك كلينكس رأى الشكل لجة التحقيق. اللي لذلك تجد طلابنا ما ينظر الواحد منهم إلى عين المدرس، وأنا فخور فيهم والله، يعني أفرح كثير عندما أروح وأقعد عندهم صلاة الفجر في المسجد وأسمعهم يقرؤون قرآن بعد صلاة الفجر. أجد حرج بالنسبة لمصلى البنات، بس العاطفة تغلب عندي، ودي أسمعهم قاعدين يقرؤون قرآن، ولذلك أقعد بالمسجد هم بقسم النساء ويقرؤون. نعم، وحتى زوجي وأولادي لما أخذهم دائما يشاركون في النشاطات. اللي عندنا يتيمة من يتيماتنا في كينيا، وكانت فقيرة مدقعة بحيث ما عندها حذاء، رغم أن احنا نعطيها مبلغ كفالة الأيتام، بس هي كانت من كفالة الأيتام ما تعيش هي لوحدها، وأنا ما 19 فرد بالعائلة. كل سنة تنجح كنت أرسل لها هدية، أولادي يرسلوا لها هدية، هدية بسيطة، مرة شنطة تبع ظهر، مرة مقلمة، مرة حجاب، حاجات من النوع. فنجحت الأولى بالثانوية العامة ودخلت كلية الطب، وإن شاء الله عما قريب تخرج طبيبة. ومما يفرح أن أختها كمان لحقت فيها، كانت إذا جابت A اللي هي ألف نعطيها جائزة، جابت B ما أعطيها جائزة، مثل هذا التشجيع. أي نعم، فكانت تحرص، والحمد لله أن أختها الآن كمان دخلت كلية الطب بمنحة من الحكومة الكينية بسبب درجاتها العالية. لكن قبول مدارسكم أيضا قبول الرسمية عند الحكومات هناك؟ احنا نطبق المنهج الرسمي 100%، بالإضافة إلى هذا الدين الإسلامي واللغة العربية. جيد. تعاون الجهات الرسمية معكم سواء الحكومية أو غير الحكومية؟ الحكومات الإفريقية بصورة عامة، ليس كلهم، ما مهتمين بالدين. أحيانا تجد بعض الحكومات فيها بيروقراطية شديدة جدا، مثل أنغولا. أنغولا لأنها كانت دولة شيوعية ولسنوات طويلة، وقبلها كانت دولة مستعمرتها البرتغال 500 سنة، أذونا بشكل كبير جدا إلى حد أن منعونا من أن نجعل الأيتام يصلون، قالوا ما تخلونهم يصلون. فاضطرينا ننسحب من أنغولا بسبب التصرفات هذه. ففي أحيان تجد مضايقات، الحقيقة نستطيع أن احنا نتغلب على هذه المضايقات، ولكن ما يسوى الجهد الكبير الذي سنبذله في سبيل التغلب على هذه المشاكل. لكن المنظمات الإسلامية أيضا التعاون معها كيف هو؟ احنا بنتعاون مع المنظمات الإسلامية يعني حسب اللي يتوفر. نعم، إذا جاء رجل فاضل ونذهب معه روح قلبا وقالبا. يعني أذكر أنا كان مندوب هيئة الإغاثة في كينيا، جاءنا رجل طيب وابن حلال وقال لازم نجتمع كل الجمعيات سوا. قلت له أنت اجتمع أجمعهم وأنا أدعمك بكل شيء تريده، سواء مال ولا دعم معنوي، سيارة ما أعرف إيش. لما جاء ما كان عنده مكتب، فقلت له هذا مكتبي لك، وهذا الفات، وهذا السكرتارية، كلهم لكم، لأن العمل اللي تقوموا فيه هو كمان عملنا. وأعطيناهم 3 بيوت 3 فلل من أوقافنا حتى يجعلوا مكتبهم فيها، لحد ما وقفوا على أقدامهم. بعدين قلنا لهم هذا وقف يجب أن يعاد الوقف. من أبنائكم أيضا من تسنم مناصب في بعض هذه الدول الأفريقية، سواء كان وزارات أو سفارات أو أبنى. أي نعم، عندنا كثير من أيتامنا تخرجوا بدكتوراه وتخرجوا ماجستير. عندنا الآن خبير في البنك الدولي
عندنا مدير الأمم المتحدة في غينيا الجديدة، أنا عدد من أيتامنا ماسكين مناصب في أكثر من مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بحكم خبرتكم دكتور عبد الرحمن، كيف ترون مدى التزام الأفارقة بدين الإسلام في ظل هذه الهيمنة الغربية والسطوة أيضا على الإسلام؟ هم مستعدين يلتزمون إذا عرفوا الإسلام، المشكلة أن ما يعرفوا، المشكلة الجهل الموجود، ثم ما موجود أمامهم مثل القدوة العليا، القدوة الحسنة يحتاجون إلى رؤيتها. إذا شافونا نجي ونشيل السلم بالعرض وندعم بالناس، ما هذه دعوة إسلامية؟ عندما يشوفوا العصب إيدنا ونقول للناس صلوا أو لا تصلون أو غيره، هذا قد يصلح في بلاده بس ما يصلح هناك. فيجب أن حنا نعاملهم بالحسنى ونكون قدوة حسنة لهم، وبالتالي يلتزمون بالإسلام التزام جدا جيد. المناطق البعيدة يجب أن نزورها، ما نترك هكذا بحجة أننا إحنا عرب، وعادة العرب لما يروحون لأفريقيا يسكنون في فندق في العاصمة ولا يسكنون مكان فخم في العاصمة، وما يدخلوا إلى المناطق، يذهبون للمناطق البعيدة. هذا مثال لصورة من صور سيارتنا تعطلت في رحلة من رحلاتنا الدعوية، والسيارة طبعا قديمة عمرها 6 سنوات، 6 سنوات بأفريقيا تعادل يمكن 16 سنة في بلادنا، فتوقفت وما تعطلت، ما اشتغلت. في أي مكان هذا؟ في صحراء في شمال كينيا، وما كان في مجال أن نحصل لنا أحد يصلح ولا غيره، فقدر الله أن مرت علينا شاحنة للكنيسة وأقنعناهم. نعم، مثل ما تشوف الصورة ربما ما واضحة، أن يجرونا إلى أقرب مكان، إلى أقرب قرية، ودبرنا نفسه هناك. ومرة من المرات خربت السيارة، فالحارس نزع غطاء الرأس ولف، لأن السير انقطع، فلف مكان السير وانقطع مرة ثانية وركبه. وبعدين الحارس، عفوا السائق، وكل الأخوان أصيبوا بالملاريا وكانوا على وشك الموت، وكنا في قرية وثنية وريحتهم يعني لما يعرفون النظافة كثير وما زي المسلمين. فكان الدخول في الكوخ تبعهم زيادة مرض، نتمنى أن يغمى علينا حتى ما ندخل. أي نعم، الله المستعان، حتى على الأقل ما نشب. نعم، أي. على كل حال يعني لا زال في الرحلة بعض المواقف التي أستأذنك في أن تكون بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نواصل مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياة ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط. الدكتور، ربما يكون في الذاكرة لا زالت مواقف لعدد من الذين أسلموا، كان لإسلامهم أثر أيضا سواء عليكم أو على العاملين معكم. أنا الحقيقة أذكر مئات القصص خلال الربع قرن اللي قضيتها في إفريقيا. أنا رغم أني كويتي بس ما أقضي بالكويت كثير، لذلك ما أعرف الكويت بشكل جيد. أقضي سنويا 10 أشهر أو 11 شهر في إفريقيا متنقلا، ما أقعد في مكان واحد 3 أيام. وحتى أولادي لما يجون معي بالصيف كل سنة يروحون معي، ينامون معي بالصحراء ولا بالغابات ولا بالمساجد الطينية وغيره. فأذكر بين ما أذكر قصة ربما أثرت فيها، وهي لسلطان من أقوى السلاطين في جنوب تشاد اسمه بياتريس توكورال. هذا السلطان كان يكره العرب والمسلمين، وقيل لي أن أكثر من مسلم وأكثر من عربي مروا ب منطقته وقتلوا، وربما كان يعني برضا منا أو بإعاز وغيره. وبدأت حركة تمرد، وإحنا يهمنا أن الدول الأفريقية ما يكون فيها قتال، يهمنا هذا جدا. والأولوية عندنا المناطق اللي نخشى أن تثور فيها المشاكل نحاول ننميها، لأن أغلب القتال اللي يحصل بسبت أن منطقتنا والله ما اهتموا فيها ولا عملوا فيها مشاريع. فرحنا إلى قريته وبدأنا نوزع في رمضان أكل، فطبعا بصفة السلطان وسلطان قوي رأسا وصلوا للخبر، فقال ليش هؤلاء يوزعون أكل؟ قالوا لي أن أخوانهم مسلمين. قال لهم طيب هؤلاء اللي أرسلوا أكل
شافوهم؟ قالوا لا ما شافوهم، هؤلاء قاعدين في مكة وقاعدين في بلاد العرب. فالرجل تأثر جدا من هذا الموقف. بعدها بشهرين وزعنا أضاحي، نفس الأسئلة نفس الأجوبة. فقام الرجل وأمر بأن وسط المدينة اللي هو فيها تهدم كل البيوت، تفرغ البيوت وتهدم، وأعطانا 8000 متر مربع، قال هذا مركز، هذا مسجد لكم. طبعا حسب كلامه أذكر قال كنيسة لكم، لما بيعرف المسجد. فقلنا لا ما ممكن نبني مسجد لنا من أجل عدد بسيط من المصلين أو المسلمين. فقدر الله أن مثل ما عندنا ناس مضطرفين، ناس يتصرفون تصرفاتها، وجاء عند الطرف الآخر كمان، فالكنيسة بعض شبابها جاءوا وشالوا مضخات المياه في الآبار اللي حفروها، وأرادوا للناس أن يموتوا من العطش. ليه يعطينا الأرض؟ فالرجل غضب غضب شديد، وجمعتنا من فلوسهم الشخصية، راحوا وحطوا شروا مضخات وركبوها، وبدأ ينشر الإسلام، وأصر هو إلا يسلم، وأصر أن يسلم على يد من بنى المسجد. اللي بنى المسجد حرمة عجوز عمرها 80 سنة، يعني في دولة خليجية، عندنا في الكويت. الله يجزاه. فقلنا لا ما ممكن والله. يوم الثاني ولا جاي للكويت، الرجل الأفريقي ومصر على راية، كلمنا أهلها، يعني كانوا ما مستعدين يستقبلون عملاق أفريقي ضخم أصلع يخوف. فاتصلنا في أمير الكويت الشيخ جابر جزاه الله خير، وافق أنه يستقبله، واستقبل استقبال طيب، وكلمه كلام طيب، وأسلم الرجل. وفي ليلة إسلامه أذكر أنه رفض أن ينام حتى يحفظ الفاتحة، وتعرف رجل أعجمي لا يعرف الكلام العربي، فجلس مع أحد شبابنا إلى صلاة الفجر يحفظ الفاتحة، يحفظ الفاتحة، وفعلا حفظها. فقال أنا مصر ما أنام إلا أحفظ قل هو الله أحد. وفعلا غادر أخونا بعد صلاة الفجر لأنه كان متعب. وأخونا هذا سمى نفسه عبد العزيز، وذهب إلى جدة، واستقبلوا أخواننا في السعودية استقبال جدا طيب. اتصلنا ببعض الأخوة الأفاضل في الندوة العالمية للشباب الإسلامي وبعض الأخوة المسؤولين، ورحبوا فيه، وتأثر تأثر كبير بهذا الاستقبال، ترك أثر في نفسه. وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. عندما عاد إلى تشاد جمعنا سيارات، زار مكة يا شيخ حج، وأرسلنا مع 52 سيارة تسلفناها من الناس، بس احنا ندفع البنزين، وملأناها بناس زفة إلى مدينته أو بلدته. ولمدة أسبوع كامل الدعوة كانت تشغل 24 ساعة، والحمد لله الناس بدوا يأتون من أماكن بعيدة، من 200-300 كيلو، لأن شخص قوي يهنئونه مناسبة عودته. وبعدين أعطينا عدة ألبومات وصورة هنا حتى يعرضها على أهله وترتفع مكانته. فأسلم على يده 60,000 واحد، ومن بينهم 8 سلاطين للقبائل، منهم واحد طبعا كل ما أسلم سلطان نرسل له داعية خصيصا له، ما يعلم أمام الناس، حتى لو غلط ما يضحكون الناس عليه وهو سلطان مكانته. يعني أي واحد يسلم نرسل الحج، فيرجعون متأثرين جدا ويبدأون في نشر الإسلام. أقل واحد أسلم على إيده 200 شخص، واحد منهم هارون عبدل رحمة الله عليه، ذهبت إليه وكنت كان عنده مجاعة، فكان ما كان عندي إمكانية كبيرة، قلت له بعطيك 20 كيس من الذرة. وقاعد اتناقش وياه كيف أعطيه وين وما أعرف إيش، وهو عنده 20,000 واحد المنكوبين. وأثناء النقاش شفنا غبار من بعيد جاي، فتوقفنا واكتشفنا وجود عدة شاحنات كبيرة جدا، ما أذكر أنا عددها، بس فيها بالآلاف من أكياس الذرة. فقام السلطان وذهب إلى القسيس
وكلمه وظل نشوفه يأشر ويرفع ايده هكذا واحنا ما نفهم ايش القصة. وبعدين رجع ومشت الشاحنات، فقلت له عفوا يعني اطفل عليك، من حقك ان لا تجيبني، شفتك تحرك ايدك وشفت الشاحنات وقفت ومشت. قال هذه الشاحنات جايبينها لي حتى وزعها على قبيلتي. قلت له طيب كان تأخذها الآن أهلك يموتون من الجوع. قال يا شيخ هؤلاء يريدوني عبد، يشتروني بهذه، أنت ما تريدني عبد، أنت تعطيني المساعدة وما تفرض علي شيء، ما أحد فرض علي الإسلام، هم ما جوني من بين كل الناس إلا لأني أنا مسلم، فيريدون يخرجوني من دين الإسلام. والله قال قلتها له وأقولها لك، أن أموت جوعان مسلم أفضل من أن أحيا بعز وبخير وأنا غير مسلم. رحمة الله عليه توفي بعد مدة في حادث سيارة. فهذه أمثلة من الناس اللي أسلموا تركوا فعلا بصماتهم في قلبي بعد ما ذهبوا للحج. لكن يعني وانت تحكي هذه القصة يا دكتور، تخيل يعني هذه المرأة أم 80 عاما في الكويت التي بذلت، يعني ربما لم تكن تعلم أن هذا الأثر سيصل سواء لهذا السلطان أو لما يربو على 50,000 من بعده. يعني هذا الرسالة لا الآن وصلوا إلى حوالي 80,000 يعني، بس أنا أتكلم لأسلموا عندما كنت الله هناك أو بعد زيارتي. نعم يعني هذا فضل الله واسع. تخيل أن هذه المرأة الآن في ميزان حسناتها بإذن الله. أخي مع الأسف الشديد كنت أتمنى لو وريتكم صورة ليتيم جاءني في عام 92 ميلادي عمره 2 في المجاعة، فقمت وزنته وقص طوله وجدت أنه وزنه 44%. هذا ما في أمل أن يعيش، يموت. 44 كيلو؟ 44% مما يجب أن يكون عليه. فقلت لهم طبيب، قلت لهم خلاص اتركوه يموت جيبوا بدل، وكان في عشرات الألوف في ذلك الوقت بالطوابير. وبدأنا نشغل، بعد 2 ساعة 3 ساعات تعبت، فحبيت أخرج وجدت أمه تبكي وهو نايم على بطنه وجهه كله تراب، فتأثرت وتعاطفت مع الأم، تغلبت العاطفة على النواحي العلمية والطبية. فقلت لهم خلاص دخلوا مع المجموعة، ولأن يعني إذا أعطيناه من فلوس الناس أنا أعتبرها خيانة أمانة، لأن الناس لما يعطوني الفلوس المفروض أني أستخدمها في أفضل الحالات. فقلت لهم هذا علي أنا أدفع فلوسه. الفلوس الوجبة في اليوم تكلفنا 17 أو 16 هللة سعودية، عبارة عن ماء ودقيق ودهن وسكر، وأحيانا نحط فيه حليب أو فول الصويا مطحون، ما يأكل غيره. نعمل له زي الشوربة في كباية ويشرب هذه الكباية حوالي 300 مليلتر، وما يأكل غيرها. وتجد هذا الهيكل العظمي بعد 2 أو 3 أسابيع رجع طبيعي، وقام يناغي ويضحك ويمشي وحاجات من هالنوع. فنسيت الموضوع، سافرت أنا بعد مدة، وبعد 10 سنوات يرسل لي مكتبنا صورة هذا الشاب، هذا اليتيم اسمه صديق كنن، عمره 12 سنة، متفوق جدا في دراسته، حافظ 10 أجزاء من القرآن، يقولون عن أخلاقه أنها أخلاق جدا عالية بسبب 17 هللة أنقذته من الموت جوع. فهذا يعني كل الذي أريده من الأخوان. أنا ما في شك، ما أضحك عليهم وأقول لهم والله أنا ما عايز تبرعات، أنا أقول أن ما في دعوة تصير بدون تبرعات، ولكن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا كبيرة جدا وتستحق الشكر. تذكروا هذا اليتيم صديق وأمثال ملايين اللي ما يحصلون لقمة ب 17 هللة أو 15 فلس كويتي أو 17 فلس إماراتي. 5 سنتات أمريكية أنقذت وانقلت من خانة الموتى إلى خانة الأحياء، وكيف الآن تقدم في الدراسة ووفق الله. رأينا أمثال هؤلاء ملايين. الحمد لله. أستاذنا في التوقف ونعود بإذن الله. مشاهدي الكرام، ربما لا تستطيع العبارات أن تحكي ما يختلج الآن في الصدر، لكني أقول لكم سوف نواصل الرحلة بعد هذا الفاصل، ويا ليت أيضا
أنكم تستمعون إلينا ليس فقط بالأذان ولكن بالأرواح. بعد الفاصل سنواصل بإذن الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط. دكتور عبد الرحمن، ربما يكون هناك أولويات في العمل الدعوي والإغاثي في أفريقيا، في نظركم ما هي الأولويات؟ أنا أعتقد التعليم ثم التعليم ثم التعليم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، والثالث اللي هو ولد صالح يدعو له. فإحنا مع الأسف نهتم بناء المسجد ولا نهتم بناء الساجد. أنا أتمنى أخواني أن يستثمرون في تعليم أخوانهم المسلمين في كل مكان. التعليم هو وسيلتنا لتغيير المجتمعات وتغيير الواقع السيء اللي تعيشه هذه المجتمعات. إذا أعطيناهم شهادة حنا أعطيناهم سلاح يعيشوا منه. أيضا العمل الإعلامي في قارة أفريقيا وبالذات الإذاعات التابعة لكم، الإعلام الجماهيري ومنها الإذاعات تستطيع أن تدخل إلى كل بيت، شاء رب البيت أم أبى. وأذكر قصص كثيرة أنا من واقع خبرتنا في إذاعة القرآن الكريم في سيراليون. قرية كاملة كانت قاديانية وتظن أن الإسلام هو القاديانية. من الإذاعة، إحنا ما وصلنا لها ولا غيرنا وصل لها، من الإذاعة هذه عرفوا حقيقة الإسلام وغيروا إلى الإسلام الحقيقي. جزيرة من الجزر كانت منقطعة بالبحر وما يأتون للبر إلا مرتين بالسنة يشترون حاجاتهم. فجاني صياد يوم الأيام يقول لي: أنتوا أجبرتونها ثالث مرة أنزل هذه السنة لأول مرة بتاريخنا. قلت ليش؟ قال: البطاريات انتهت تبع الراديو الوحيد في الجزيرة، فأنا جيت أشتري بطاريات. قرية ثالثة في نيجيريا، سمع سلطان القرية وهو سلطان على 20-30 قرية من إذاعتنا في قرية أخرى عن الإسلام، فقال: والله أنا فرحان جدا وأتمنى أبناء قريتي يشاركون، بس إحنا فقراء ما عندنا فلوس. فبدأوا يجمعون هللة واحدة من ثلاث هللات من كل شخص حتى يشتروا مذياع، حتى جمعوا مبلغ المذياع. الآن بيأخذون هللة واحدة كل شهر علشان الأحجار والبطاريات، يشترون بطاريات كل ما انتهت البطاريات الأخرى. وقصص كثيرة بالحقيقة سمعتها من الناس تأثرا بالإذاعات الإسلامية. أتمنى في مقابل 4050 محطة إذاعة تابعة للكنيسة أن نعمل أكبر عدد ممكن من الإذاعات. إحنا بدينا الآن بإذاعات FM وهي إذاعات رخيصة نسبيا. الأجهزة رخيصة بس أنا أحط معاها الوقف، لأن إذاعة بدون وقف ممكن تستمر. فإحنا بنسوقها $50,000 تغطي، نعم هذه تغطي حوالي 10,000 متر وتبث لمدة 4 ساعات في اليوم. إذا عايزين مدة البث أطول فيجب أن احنا نزيد من نوعية أجهزة البث لأنها تحتر تصير حارة وقد تنقطع. ونستطيع إذا زادت الفلوس نغير من FM إلى AM. AM توصل إلى 160,000 كيلو متر مربع وربما أكثر. AM تكلفنا في حدود 400-500,000 دولار أمريكي. والشيء الجيد أن تكاليف تسييرها سهل، بشخصين أو 3 أشخاص يكفي لتسيير المحطة. الآن بدأنا المحطة الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا الأسبوع اشتريناها وبدينا في تركيبها، ركبناها بالحقيقة. وعندنا قانون أن لن نبدأ بث أي إذاعة إلا إذا وفرنا على الأقل 500 ساعة برامج جاهزة قبل ما نبدأ، حتى لو لا سمح الله ما عندنا الاثنين يشتغلون بالإذاعة، فلو تمرض واحد أو صار له شيء إلا عندنا البرامج جاهزة نبث فيها. فالحين قاعدين نجهز بهذا الأرشيف، أتوقع أن خلال 2-3 أسابيع ننتهي من تسجيل برامج تفسير قرآن، برامج صحية، أحاديث نبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبادئ العقيدة، أركان الإسلام، حاجات من هذا النوع دون أن ندخل في الأخبار في القضايا السياسية وفي الخلافات بين الناس هنا. بلغاتهم المختلفة؟ بلغاتهم المختلفة
حتى نستطيع أن نصل إلى الناس. ما أرسلنا من نبي إلا بلغة أهله أو لغة قومه. جيد. أيضا دكتور عبد الرحمن، يتساءل البعض عن القتال هناك، القتال القبلي، هل له جذور دينية؟ هل للمسلمين دخل فيه؟ 90% من ما يحدث الدين ما يلعب دور، ما عدا في رواندا. رواندا مع الأسف الشديد الكنيسة، وبالذات الكنيسة الكاثوليكية أكثر من البروتستانت، بس كمان البروتستانت شاركوا في المشكلة، ساهموا في المذابح اللي صارت. وهنا أنقل أنا عن رئيس الجمهورية هناك في رواندا يقول لي إن ما وجدنا ولا مسلم ساهم في المذابح هناك، و 37 من قادة المذابح هم قصص بالكنيسة. وأنا زرت عدد من الكنائس اللي قتل فيها، وجدت فيها مئات وربما آلاف الجثث. ذهبت مع زوجي وأولادي وزرنا رأسا بعد المذابح، كان منظر مؤلم للغاية الشيء اللي شفناه. فيقول لي رئيس الجمهورية وهو مسيحي، قال لي تعرف لماذا المسلمين ما شاركوا في المذابح؟ قلت له لا. قال بسبب هذا الكتاب، ويؤشر إلى القرآن الذي أتيت به باللغة الفرنسية بهدية. فقال أنا قرأت هذا القرآن وأعلم أن بسبب هذا القرآن امتنع المسلمين عن المشاركة في المذابح. قال إنسان عادي، ما أريد قادة، إنسان عادي من المسلمين شارك في المذابح ما وجدت. دكتور عبد الرحمن سميط، أيضا في هذه الفترة كأنه ينوي الانتقال لأفريقيا، أو على الأقل هو يمضي 11 شهر، ربما يريد أن يمضي 12 شهر في أفريقيا. والله هذه أمنية أتمنى أن أحققها، والآن قاعد أستعد، ناوي أشتري مزرعة صغيرة وأبني فيها كوخ أعيش فيه، وأربي عندي 400 يتيم في مركز إسلامي قريب ومدرسة. في وين؟ في جنوب مدغشقر عند هذه القبيلة اللي أصلها من جدة. وأنا أتوقع أن بعد 6 سنوات يسلم 50% من أبناء القبيلة، وأريد أن أرتاح نفسيا، أحس معاناة كثيرة وأنا هنا. عندي بعض المشكلات الصحية اللي تحتاج بين الحين والآخر المراجعة، عندي نزيف في العين بسبب السكر، وعندي مرض السكر يحتاج إلى 5 أوبر في اليوم، فالإبرة يجب أن تضعها في الثلاجة، والمشكلة إذا ما كان عندك كهرباء. هذه إن شاء الله نتغلب عليها بنحاول نوجد مكان نشتري منه ثلاجة بالغاز أو ثلاجة بالطاقة الشمسية أو بغيره. بس أنا وزوجتي مصرين على أن نذهب هي للتدريس وأنا لرعاية الأيتام. ربما إذا عندي وقت أكتب، أريد أن أكتب خبرتي خلال 25 سنة الماضية حتى أساعد أخواني الذين يأتون بعدنا الجيل الجديد ويستلمون المسؤولية. الله يجزاك خير. الحياة العائلية الخاصة لدكتور عبد الرحمن الصميط، عندك كم من الأبناء حاليا؟ عندي 5 أولاد كلهم تخرجوا ما عدا واحد لا زال في السنة الثالثة في كلية الطب البيطري في السعودية، الباقيين تخرجوا. عندي بنت مع زوجها كانوا في كندا وفي المرحلة النهائية من الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر، وولد مهندس كهربائي خريج الولايات المتحدة، وبنت محاسبة مع زوجها الآن في أمريكا، وبنت تخرجت من الكمبيوتر كذلك ومتزوجة. نسأل الله يبارك لك فيه. الله يحفظكم ويبارك. أترك لك المجال فيما تبقى من الوقت مقيم على 2 دقيقة للدكتور عبد الرحمن الصميط أن يوصل الرسالة التي يريد للمشاهدين. الحقيقة ماني مستعد، ولكن أنا أقول لإخواني إحنا نعيش بنعمة، والنعمة هذه تستحق الحمد والشكر، والحمد والشكر ما يكون باللسان، ولكن تذكروا قول الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا آل داود شكرا. اللي أنا ما أطلب من كل إنسان أن يروح لهناك ويشتغل هناك، اشكر الله بعملك في أن تقدم المساعدة لإخوانك من حولك في بلدك في قريتك، اشكر الله بالتبرع لأعمال الخير، اشكر الله بأن تنشر كلمة الخير ولا ينطق لسانك إلا بخير، اشكر الله بنشر الإسلام هذا الدين السمح، الدين اللي يحث على المحبة وعلى التعاون فيما بيننا، وكون أنت قدوة لغيرك من أخوانك من حولك. وأنا أعتقد يوم ما يكون مجتمعنا أفضل مما هو عليه الآن، هذا راح يسهل علينا عملنا كثير في أفريقيا،
وإذا عند أي واحد من المشاهدين والمشاهدات أي استفسار، إحنا في صندوق بريدنا 1414 الصفات الكويت، ورقم الهاتف 2526406. أكرر مرة ثانية، طبعا الكويت مفتاحها 965، ثم رقم الهاتف 2526406، أو هاتف الشخصي النقال 9611766. أكرر مرة ثانية 9611766. أسأل الله يجزيك خيرا. ونحن أيضا على مدى هذه الحلقة والحلقة الماضية أظهرنا عنوانكم على الشاشة تباعا وكل المعلومات الخاصة بكم. نسأل الله تعالى يجزيك خيرا ويبارك في جهودك على ما قدمت، وأن يوفقك لكل خير أجمعين إن شاء الله وجميع المشاهدين. مشاهدي الكرام، أجدني الحقيقة في هذه الحلقة بالذات عاجز عن أن أستخدم العبارات التي أصف بها هذه الرحلة. ربما استطعت في بعض الحلقات أن أنقل لكم مشاعر في ختام كل حلقة، ما من خلال الرحلات التي نقطعها ونقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. اليوم أنا عاجز تماما وأجد أن القلم لن يستطيع أن يكتب شيئا من خلال هذه الرحلة، لكنها كلمات نقلت إليكم أتمنى أن يكون لها صدى لدى كل مشاهد. كانت رحلتنا مع الدكتور عبد الرحمن الصميط، انتقلنا وإياكم في عدد من الدول في أفريقيا، وشاهدنا شيئا من العمل الدعوي والإغاثي الذي تقوم به جمعية العون المباشر والتي رأسها الدكتور عبد الرحمن الصميط، ولها عدد أيضا من الجهات التي تتعاون معها، ولها عدد من المشاريع سواء في أفريقيا أو تدعم من خارج أفريقيا. هي إنما تسير بعد توفيق الله جل وعلا بدعمكم ومعونتكم ونصرتكم، فنسأل الله تعالى يجزيهم خيرا ويعينهم. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا للزملاء هنا الذين ساهموا معنا في تصوير هذه الحلقات في منزل الدكتور عبد الرحمن الصميط العامر في الكويت. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة وضيوف آخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحات من حياتي، صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب، بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي، صفحات من حياتي.